رمضان كريم على الجميع، ويسعد أيامكم بالخير والعافية والرحمة. اليوم راح نطبق مع بعضنا برجر البيتزا، ويسعدني جدا اشتراككم معي على القناة وتفعيل الجرس لوصل لكم كل جديد، إلى جانب لايكاتكم واقتراحاتكم على القناة. Dear viewers, welcome to my channel. Today I'm preparing pizza burger. Really, I'm happy with your likes and subscribe. بالنسبة إلى المقادير عندي، راح أحتاج إلى كاسين طحين، وربع كوب من الحليب، إلى جانب ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ملعقة طعام خميرة، ربع كوب من السكر، ربع كوب من الزيت، وراح أحتاج ماء للعجن. Ingredients: We need 2 cup of all-purpose flour, quarter cup of powder milk, teaspoon of baking powder, 1 spoon of dry yeast, quarter cup of sugar, quarter cup of oil, water as needed. I will mix all the ingredients together until transfer to soft dough. Then keep it 1 hour to rest. بعد كده راح اخلط جميع المقادير مع بعض واخليها ترتاح ساعة مشان تتخمر. العجينة عندي راح تكون لينة وناعمة، وفي نفس الوقت فيها تلصق خفيف، لكن راح ألمها على بعض واخليها ترتاح ساعة. بالنسبة إلى الخطوة الثانية، راح تكون عندي تجهيز الحشو، وهو عبارة عن الفطر أو المشروم أو عش الغراب مثل ما يسميه البعض، زيتون أخضر وأسود، طماطم، فلفلة حلوة أو مثل ما نسميه إحنا الفلفل الرومي، زعتر أخضر قطعته قطع صغيرة، أضفت عليه معجون الطماطم وزيت الزيتون والكمون والفلفل الأسود والملح، إلى جانب كمية من جبنة الموزاريلا، وخلطتها مع بعض. Second step filling. We need some mushroom, green and black olive, tomato, bell pepper, green thyme, also tomato paste, olive oil, some cumin, some black pepper, some salt, also mozzarella. I will mix all these ingredients together. الخطوة الثالثة، راح أفرد فيها العجينة وأقطعها لشكل كرات دائرية، وأفردها وأحشيها بالخليط البيتزا اللي أنا سويته، وأخليها ترتاح عندي ربع ساعة قبل ما أدخلها الفرن. وطريقة الحشو مثل ما هو واضح عندي بالفيديو. After 1 hour, cut the dough into circle, then take part of the filling, put it inside the dough as you see in the video, then keep it 15 minutes to rest, then put it in the oven. On the end, our burger pizza is ready to be served. وبهذه الطريقة راح يكون برجر البيتزا حقنا جاهز، وأتمنى أنكم تجربوه ويعجبكم. وصحة وعافية.